ما عرفتيش ما عرفتيش ما عرفتيش علاش ما عرفتيش علاش ما عرفتيش علاش ما عرفتيش علاش يا سيلي يا سيلي كش بعد سبع سنين يا سيلي كان بحال بابا الله يرحمه يا سيلي كش ما غاديش يفرط فيا يا سيلي انا قبلك انا ياك نخرج في الليل ازدير 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 الشوا كلشي ولا كيهضر بلساننا كلشي هاكي هاك يا ثومة اللي تشي تخدمي وتجيبي لها الفلوس وتقريها وتلبسيها ولا حلاش عليها فما تعطيها جات الخامسة ديال زهرة عباد الله على زهرة عباد الله الدنيا باغا تزوج الدنيا باغا تزوج زوجت الخطابة زوجت الخطابة يا العزري والشيباني العزري والشيباني الشيباني عند الفلوس الشيباني عند الفلوس يا العزري وما عندوش اللهم في الشيباني اللهم في الشيباني اختي ديما قاطعاني خد اختي نكمل الديسك ولا حاجه كيدق عليك كنتي معايا عاوتاني قلت لك ديك النار اش قلتي لي اختي قلت لك الهوندا ما تبقاش تجي في الدرب وشادين الطرح لتحت والجيران كاملين وياسين بالخصوص اختي فاش خدامه ماشي شيخه ياك ما عارفينك فاش خدامه يعني بلا ما ديري لي الشوه ايوا اختي هاد الشيخه اللي ما عاجبكش بها الحال ياك وما هزاش بعينيك هي اللي كبراتك وربات لك الكتاف حتى جيتي وليتي كتهز عليا وهاديك الهوندا اللي لتحت ماشي غير راس نديرها في راس الدرب يبداو الشيخات جايين من هي حتى لهنا سمعتي على قبل داك نص روايع ديالك ديال اللحم وراك انت اختي وعزيزه عليا بزاف سمحي لي حيت تنفخت عليك قلنا انا خايفه نهاري ياسين يعرف هادشي راه ما يبقاش باغيني صافي عافاك اختي خرجي من هاد الخدمه انا نقلب لك على شي خدمه انت دابا الشيخه شنو غير كارين هاد الدار شي نهار يجريو علينا دابا انت اللي كتقراي غتشو غتقلبي لي على خدمه فين تقلبي لي خدمه في الميراج شنو بغيتي 200 درهم في السيمانه هي اللي غتعيشنا هي اللي غتهز لك الكرا وتهز لك مصروفك هادشي شي خيط لي ما عاجبكش هي اللي غنبقى فيها ولا ما عجبكش الحال ما عندي ما ندير لك وانا اختي انت عارفه انت عزيزه عليا وما بغيتش نقلقك بهاد الهضره ديالي ولكن اختي انا خايفه انا داك الدري دوز مع الطوم الحرور الصباب طا كامل حفيتو على ودو اسي اسي حبيبه ديالي انت راه اختي وناعيه وانت اللي كنكسي وعلى قبلك خدام هاد الخدمه داك السيد راه ما خدامش لك راه ما كنحملوش صافي كنشوفه كنتعصب لا خدام ليا انت ديك هذاك هو اللي ما خدامش وما غتزوجيش بيه انا باغي لك شي واحد اللي في مستوى ديالي صافي اختي عاوتاني نفس السيناريو صافي صافي حقي لا عندك شي حاجه قرايتك اللي غتنفعك هي غايده ديما مقلقاني ديما سيري سيري لاصق عليا في هذاك وعباد الله اش عجبها فيه هو داير هكاك مصدي عليا اهلا بالزين ديالي ياسين لاباس عندك فتحت لي القهوة ماشي مشكل ماشي مشكل الخبار اللي جايب لك اليوم شناهي؟ تنسيك وتنسيني شحال من حاجة شناهي هاد الحاجة أصلا كثرتي عليا من هاد الحوايج حتى شي حاجة ما شفناها كاع الناس عارفوني معاك عرفوك معايا وعارفينك مع راجل كاين شي حد كيدوي معاك هنايا هي الصراحة أنا كان غير راجل راك راجل إيوا شتي أنا جيت شفت بعضت فيك إيوا أنا جاي نكمل الرجولة ديالي وجاي نخطبك من الدار إيوا راه جاي نخطبك من الدار وقيلا ولدي ما كتسمعش لا بو وقلت للوالدة الله 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 فتزوج بيا خسر لك الماكياج تزوج بيا اه لا صافي سبع سنين وانا كنتسنى فيك شنو هي سبع سنين احنا مع بعضياتنا ايوا سيري جري قولها لداركم باش انا نجي نخطب كنبغيك بزاف الله يخليك حتى انا صافي نولد الولاد البراري ويلا ما عندكش شي كوسه وسيري انا غنجي عندك سيرك من الطاكسي والله الا مزيانه القضيه ان شاء الله نولد الوليدات وعلى الله دوز الامور كبير هذاك اللي قدامي عطانا داك البروف اصلا ديجا هو اللي عطانا قبل منا صاحبتي من القرايه دابا خلينا من هادشي ما تفزقعداش دو معايا اش درنا في ديك الفواياج اورغانيز اللي قلت لك مشيو ليها و تنقول لاختي واش انت بغيتي تعطيني فلوس ولا لا عاوتاني نفس السيناريو عاوتاني هو راك عارفه انا راه ما عنديش اختي اللي كتصرف عليا الدريات السلام وكلي راه اكرام لاباس عليك مريعيتي اختي امال اختي لا والو كتلعب باللعاب كيفاش اللعاب هذا اللعاب عطيني شحال دايره انت شريتها للصاله انت باقي دوك كنتي عمري ما رقاك اختي علاش مصاحبه معاها كنقول كرام سيميرا شنو كدير انت كرام الحمد لله وانت بخير انت كرام كدير امك وخو لاباس حبيبي دريكتك كلشي بخير انت كرام باش نشرح لك اختي دابا غير عزيز عليها الضرب شكي ضاربه طال ما يدير الشبكه تما كثرتين غزيت شي حصه وباس تي الفريق باش كان جوهر نيت قالت
دابا عاد عرفت الجهد منين. ما كتكونش تهز علينا اختي. اختي ظريفه اللي نوض الاولين قولي هي خصها كتمشي كدير لي من القصاير تما كيفاش جاتك خزان. لا ما فهمتيش ما فهمتيش راه الريشه انا ما فهمتيش. ما تقعدي حيدي بحدايا انا تقعدي عليك على زينة انا وقعتك اختي بعدا راه قرايه وكتقرا وكتحلي الزهد منين نقرا اختي راه غير ريشها ولا تاك نظار انا نمشي سيري تنجي عندك صافي اختي تنجي عندك يلا نوضي يا ولد حبيبتي شحال محتاجه المهم يا ولد حبيبتي شحال مغياره تاسيه ديري ليها كلاش نوضي تبعيها كي تقولي لكل شي دابا في لافا كله ما تقول لهم اختي شيخه نوضي بحال هاد الطوبلي واحد براتك شو مالك شو مالك انتي اللي كديري لي شنو دير بي انا انتي اللي كنتي شيخه شنو دير بي انا ياك ولتي تخرجي في عينيك على قبل دحتي بانالي علاش اختي دخلتي علاش كيفاش اختي داري انا كنخلص الكرا باش نجي نجلس داري كيفاش علاش دخلتي شنو دخلها ليا توش على المسمومات وفما كانت شي طاقوطه تجيب ليا الدار ما بك بنيتي ربي يخليك خارج لاباس عليك الحمد لله كي دايره انتيا الحمد لله حنا الحمد لله بنيتي غبور هذه ها مع الوقت وصافي ايوا الحمد لله بنيتي اجتي ليا هكا خالت نسيتك سمحي لي ما ديش عليا دوقي دوقي تبارك الله وحلي وتبارك الله شتي مات بصحتك حاد قامينا فيك بارك لك بنيتي خالش. والله الا جاب ثانيت المناسبه وباركي ليا اخبار الخير ايوا داك سميتو غيمشي يخطب ياسين مين شكون اللي ما يتزوج باسيه شكون اسيه ويلي يا خالتي اخريا ماتك غتاخدي خد الشيخه اخريا ماتك باغا تولي ضحكه في الدار بضحك عليك اللي غادي واللي جاي ها وي على الشيخه بنيتي ما تقوليهاش واش انا خالتي غنكذب عليك لا صلي على النبي خالتي الصلاه والسلام انا مشيت عندها عاتك جبت لي اختها داخله بالماتيريال ديالها بسلعه بقفاطنها ديال حتى الشياخت والماتيريال في الدار والفرقه ديالها كتسنى فيها لتحت هذيك الفرقه اللي كتشوفي ديما هذيك ديال من هذه ديما هون تحت دارها واخا شي انا دي فوق راسي انا خالتي مشروكه معاك من الحوط عام ما نغدركش الله يرضي عليك بنيتي انا اصلا ما حامله وما قابلاهم هربانه ليا من خاطري وفاي خالتي هادشي والله بنيتي الا بغيتك تي ياك خالتي ديما في خاطري والامنيه ديالي ياخذك تي ايوا خالتي ريح الشمنه وربي نخليو حنا خد الطبيبه ان شاء الله ياك وناخذ وحده اختها شيخه السمعه ديالها كي دايره انا بغيت ولدي ولد معاك التريكه ان شاء الله انتيا وان شاء الله خير زوينه تبارك الله بارك الله فيك خالتي خلينا نعمر لك وساتاي ولا بلا ما نمحنك خالتي لا والله لا نوض خلينا نوض الله يرضي عليك مرحبا بك اخويا بارك الله مرحبا بك يلا تفكيش منها الله الا بقات لي خت الشيخه تاهي باغي علاش معايا طليله لا ياسين علاش جاي من هنا علاش وقفتي حدا الدار وما كنتش خدامه راه بقينا تخليتي لي العقل انا اقول واش خليتي لي العقل مالك ياسين ما كاين والو ما مخبي عليا والو شنو مخبي عليا واش انا ضرب معاك 7 سنين وهذا الشيء ما فرق انا والله الا انا مكلخ مالك يا ياسين خلاتيني مالك اختك شيخه باش عرفتيها باش عرفتها هي غنفالي معاك ما بقيتش نقدر نتزوج بنت ختها شيخه لا لا ياسين هانت انا مش باغا نقول عليك غير باش ما تقلقش انا اختي انا اختي شريفه راه داك اللي كتخدم هذيك الخدمه باش تقريني باش شري لي حوايج ملي الشيخه شريفه اش نقولوا الامام ديال الجامع ها شو مالك يا ياسين انا مابغاش نتخلى عليك انت تلقي مني يا اختي تلقي مني يا اختي تلقي مني يا اختي وجي معاك تبازين وكتقول لي يا اختي انت اختك وفين فين عمرك كنتي انا معاك فين العمر كنت معاك مادام كتكذبي عليا كون صالحتيني كون عرفت عافاك ما ديرش شي بحال هكا عرفني كنبغيك سمعيني كتبغيني ولا كنبغيك اختي انا ما كاينش هذاك الشيء نساه داك الشيء نساه كان ابوك صالحا تخسك مريم مشى كتخسك شنو كتخربق يا ياسين ياسين تبازين وانا معاك كيفاش خسك شنو كتقول شنقول لك بنت الناس انايا راه باغي ولكن الوالده راه ما قبلاتش ليا بان نتزوج بوحده خاتها شيها شيخه تولي تدخل لي مع 4 الصباح 5 الصباح وانت باغيني انا سمحي لي شنو هذا الشيء لا يا زين ما ديرهاش انا ما درت والو اختي اللي دارت اختي شيخه ولكن شريفه شنو هذا الشيء عويصه فين الشان والمرشان شحال موت على هذا القميص مزهار في من لبسو يعاود يقول لي خصني نصبنو مزيان راه اهلا الزين ديالي هكا كنشري معاك هذا صافي ما عايشيش من هاد الحوايج بسببهم هاد الحوايج يا ويلي عرفتي دابا شحال شاري بسببهم بسبب هاد الحوايج ياسين ما بقاش باغي شنو قال لي شنو انت هذا كيبغيو الناس الشيخه انت خد الشيخه لا لا يحي فما خصني خصني بالعسل عاد باش يقول الشيخه وما عرفتش الشيخات علاش قاده راه احسن منو انا داكشي اللي كنطلع في النهار كاع ما يجيبو في السيمانه هذه هي حاجه طلبتها مني كنديرها انت حبيبه ديالي انت راه فهمتي عاد مشات قالت لي صاحبتي
هي مشات قالت اليوم كامل قداش عليك دابا يلا تجاوز عندي الدري اللي 7 سنين وانا كنحلم معاه بزاف ديال الحوايج شنو قال لي قال لي انت خد الشيخه امي ما باغاكش امي ما باغاكش بسببك انت بسببك انت دمرتيني انا دمرتيني ديك الدريه اللي كانت كتبغي وحبيبتي وحبيبتي ما تسالي مني مالي بيا تخزيني انت هادشي كامل على قال هي ولدها كركرك 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 وانت ماشي اختي انت عدوتي من هاد الدار انت عدوتي هادشي كامل على قبله هادشي كامل على قبله وانت الزباب انت الزباب جاب الرغبه ديالي هادشي كامل ديري على قبلك انا ياك نخرج في الليل دير الشوا كلشي ولا كيهضر بلساننا كلشي هاكي هاكي يا ثومة اللي تتخدمي وتجيبي لها الفلوس وتقريها وتلبسيها ولا حلش عليها فما تعطيها جات الخانزة ديال هنية وولدها دورك عليا وانتي كتهز عينك في اختك ياك هادشي اللي درتي انا نهز بزاف على هادشي اللي درتي ما غاديش نسمع عليك ما غاديش نسمع عليك ما غاديش نسمع عليك كنت ماشي اختي هادي مني سكتي ما تبقاش تقول هذا انا اختك وانا اللي كنصرف عليك هو ما كيسواكش ما كيستاهلكش فيق ملي حبيبه ديالي انا ما قصدتش ملي ضربتها ويلي جدرتها ويلي الزغبيه ويلي جدرتي دابا باش اسي شوفي على هدية يلا 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 مشيو يلا مشيو شنو هذوك هو مطاكسي تتجوز صافي هادشي اللي بغيتي كتخربقي كنخربق هو مشى خد اخت الفرمليه وقداش عليك اخت الشيخه هذيك صاحبتي وهذيك ياسين لا شي شوفي ما ديري في بالك والو شنو بغي يجي يخطبني انا بغي يدير لي مفاجاه حرام صافي اسي اختي اختي شوفي هو كي كيشطح وانت كتمرمدي لي هنا اختي حبي ما صبابتي كاملين اختي اختي فين كيعرفها اختي فين كيعرفها ما شربش ماء تقهوه ودا هما طلعوا في العماريه مشاو شنو درت لهم ياسين ولما نمشي عندها لا ويلي البارح التليفون راه بغيت ندير لك مفاجاه دابا بغيتي تصيفطيني نجيبو ياك واش شنو ضروري هذيك حتى عارف من صغرو ما جا مرحبا بيه واخا مرحبا بيه الف مرحبا اخويا هذا انا غنمشي نجيبو من المطار ما شفتش واحد غادي يجي ليا دار الشيخه وخاتها الله يرضي عليك الوالده وصافي اش من الشيخه وخاتها عاوتاني اش من الشيخه عاوتاني كذبنا عليها الا كانت خاتها شيخه هي ماشي شيخه الراجل فراني اش الفراني علاش ندور عندك بلاتي انا دوري عندي انا سمعتها اختها كيفاش شيخه واختها راك مزوجه الراجل ومجوج ولكن ما نعيروش الدريه بحالك قالك قلبك عليها دارني قلبي عليها راها على شيخه واختها انت ملي نكون هضر انا سكتيتي انا كنهضر مع الوالده من حقي شوف من حقي ندور راجلي كنهضر مع الوالده سكتي واحترمني راك راجلي ما تقول لي اخت الشيخه ولا والله يا ربي الشيخه في دارها واختها في دارها وحنا غنضربوا عليها يوم تعيروهاش لا كانت اختها شيخه الله يسهل عليها تجمع الغرامات صافي يا ياسين اما هي ما تعيروهاش ولا ما تعيروش راه ما بقى ساكتين انا بالدار تجي تسكن بوحدي انا صافي الله صافي الله ولا مشي انا كاع نمشي نخدم معاهم نجمع الغرامات كاع الله يرضي عليك سير نيت هذاك هو سواك نيت اللي مراقب مع اخت الشيخه نيت نجمع لها الغرامه لا تسولي علي هدني الوقت الله يرضي عليك ولا ضرب لها البندير حتى حسن نيت صافي الله يرضي عليك هاتي دابا في دارو في محالو صافي ويلي يا خالتي كيجبد الشيخه وختها سيدي الشيخه راه في دارو وختها في دارو الله يرضي عليك صافي الله يرضي عليك الراجل كيشعل صافي الله يرضي عليك ابنيتي الله يرضي عليك انا تسير كامل عندنا في العماره مهوش بحال موكل وما يمكنش
السلام صافا معاك يونس ساكن هنايا ياك ما حطيت لك شي كويس الماء عاد مني انا جايك تدوي معاك انا اختي غير الغيدي دارنا بحالك بحالك ماري انا شكون بحالك بحالك كنت ضربت معاه 7 سنين وفي الاخر مشاو خلاه لا 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 اختي نقول لك انا يلا حاطاني طياره ما كملت حتى نهار هنا في المغرب تبعك الطياره تهزك الطياره شغلك هذاك ولد الناس عطانا تيسان واش باركة في عمارتنا اديتك مشى حاجه جيتي ساكنه هنا ما شغلك شوي ساكن وعاودي لي حسبيني صديق هاك حسبيني اللي بغيتي تحسبيني كلكم بحال بحال لا 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 ما تظلميناش اختي ما تظلمينيش كلكم كتخليو الدراري حتى كتثق فيكم في الاخر كتجرجروا في الاخر كتمشيو تخليوه والله هذيك اختي حضري ليمان ونعل الشيطان ماشي مشكل والله لا لا تغزاله ما كتجيش ما كتغوبيش بالله وصافي نعل الشيطان شوفي انا هبط لك شي قرعه الماء بارده وشربي ويلا نحيدو منه ونهضروا ويكون على الخير انا هبط لك انا هبط لك ما بغيت والو من هاد الدنيا بغيت راحت البال حتى راحت البال ما غاديش ناخذها يا ودي ما حدنا حنا في هاد الدنيا ما كاينش كاع راحت البال ما كاين اللي يعصبك عطيني ابتسام ما نعصبك ما تعصبني عطيني ابتسام والله يهديك وشوفوا دابا هاد العينين الغزالين يبكيو هاد القمر بحال بحال كلكم بحال بحال مسكين بغرفه وحده الله يختي حتى كتظلمي فيا قسما بالله وتعرفين وتعرفي قلبي شحال كبير تتند مع هاد الهضره اللي قلتي شوف نحيدوها من هنايا عطيني شي ساعه اخويا عطيني شي ساعه بعد مني ظلمتك ظلمتيني يلا بعد مني شوفي بعد مني بعد مني اخويا بعد مني بعد مني شنو بغيتو عندي بعد مني ما طفرتيش انا اللي كنت معاه 7 سنين ضاعت على ودو قلنا غنديرو الدار وغنولدو الوليدات سميناهم ريان وأميرة وفي الآخر راك انتي دابا عارفة شنو كاين اييه وراكي عارفة جيت من الغربة باش نشوفك وصلت رحيم توحشتيني يا راه صراحة من ناحية توحشتك راه توحشت الله يرضي ولكن راه كاين واحد السبب رئيسي اللي خلاني نجي اشنو وليد واش نقولك الوالدة راه عرفتي دابا انا كبرت درت طاري وزيانيت ودير وليدي حتى وليدي والا بغيتي ولا كنت ان شاء الله وليدي الله يسر انا قلت زعما ناخذها بنت البلاد حسن غتفهمني وغنفهمها واش قاليد داكشي هي بصح لي حتى مسمن موحش والا كلشي حاد قالت كلشي يديرو تبارك الله واش نقول لك راني حاط العين ماشي وحده وهي عندنا هنا في الدرب هي شكون هي طويله وبيضه والشعر مسرسب وزيد 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 يا واقيلا غتكون بنت فاطمه اللي سكنوا جدال هي هذيك واقيلا اللي مخفتنك ويلي وليدي الله عمر لي الدار ياك بعدا ويلي 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 هادشي اللي بغينا ميوسيري لاباس لاباس عليهم انت وليد مشيت لبرا وجيت هذيك ميسوري بغات تيسر لك فمك بحال بحال وليد والله الا لاباس عليهم كلشي هات كتبي من الناس ياك وصافي غنتوكل على الله توكل على الله وليد الله عمر لي الدار انت ديري قضيه غنمشي انا لراسي واخا نمشي انا لا لا الوالدين هنا محنا نمشي لراسي نقلق للسوق نعرف شنو كاين نعرف الدريه واش ثقيله ولا خفيفه ديك الساعه اي والله ردي عليك صافي نوصيك على وصيه وليدي اه الوصيه ما تحيي ما تقش عندو شي حدا دار الشيخه وختها الشيخه وختها ايوا عياك وهي مدوز على بابهم الله يرضي علينا هو دابا واش دابا انا كدوي معاك مع خوتك كتجبد لي الشيخه وختها عارفه خليك تبارك الله الله صافي الوالده صافي وليدي وانا مشيت الله يسر لك يلا يلا سير وليدي الله يفرحك يا ربي شكون عباكين يسرسروا شكون السلام عليكم معكم سلام بلا شك الدار ديال لاله فاطمه لا لا دار الشيخ دار لا ماشي دار فاطمه عريضه فاطمه بلي ما راه عندكم واحد البنت طويله و 25 26 راه حروف كحلي مش عام 5 خد 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 حروف كحلي هذه اختي خد خد ندول اذا هي دخل 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 قولي شكون هي هذه بالسلامه سعيده الحظ واش نقول لك والله الا ديما نسمر في راس الدرب بغيت نقول زعما واقف في المشاريع عندي في راس الدرب وكنشوفها غزاله تبارك الله الشعر مسرسب شكون هي هذه كيشطب بلا شك سميتها اسيا هادشي قلنا بجوج خيتي هذيك الظرافه والاداب والحداقه والتقرا ودير كل شيء واي برك من التفال نعيط لها اسيا هيا غتجي وتبتها تبارك الله تبارك خيتي الشاعر هاك تجيب لك شي ململ شنو هو زعما غزاله هاشك لا لا بغيت لا هو تاور ماشي بكره هاد بكره ما فهمتيني لا بكره عندو هي الغليظ راه جاي من فرنسا من هبيله بكره كتعطي الحليب كتعطي البريم من فرنسا اف 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 ما كتخلي لك تنفخ علينا دعاء ما جيت المغرب دعاء دوزو صافي صافي ماشي مشكل وانت مرحبا بك عندي خويا الدار انا الخيط الكبيره ماشي شاد نشوف عليها سبحان الله عندك واحد الشحه ديال داك الشيء اه ياك عرفتيها بعد الحمد لله يا اختي كتبقى ما مشيت مقبوله طلع نبيع عليا وهانت شوف عندنا نيشان غير صغير مشات تبحثات مع الخربوشه ومع
غتمشي معاك العرش محمد تبارك الله. المهم شوف انا راه جايني قاصدك ومقصود ماكش طويله خليني لا بغيت زعما الورد والبقره والغزال وداك الشيء وكنا ناكل كلشي الورد والشوكولاته كلشي شي صامه دابا انا جاي عندنا كيبلا ولا عندنا الصفار انت شوف تسمع بصح ياك ما صحابنا انا يشوف هذاك ما طوعك سير وهذا لا هذاك راه كنبغي انا لا عليك انت شوف انا غادي نمشي نلقى الدراسه سير هاتا نصيفطك القهوه صافي القهوه اللي فرصت الرفيعه هي بصح يلاه صافي سير هذا هو ويده وما تنساش الشوكولاته اضرب عليك ويده شوفي الا بغيتي تجي بنتي هو بغاني اختي كون بغاني كل كان باقي فيا ما يدار كنت توشت فيه انا ما باغاش يا ويلي حل دله ويلي ويلي تتعب عليا المدلونه تبع عليا هذاك راه تجوز انا مدلوله ايوا قداش عليك دابا خبر مليا ها وبقاي انت راه خت الشيخه يلاه قدسي بغيتي تقعدي حيدي من حدايا كتعصبيني كطلع عليا الشربونه نجي معاك داك الطريجه تقعدي جيبي حق الطريجه علاش عيطتي ليا عيطت لك باش نبركو هضر شويه انتي تعرفين وانا نعرفك علاش جيتي داك النهار عاد اختي وصافي دابا انتي اش باغا تعرفي خير داك الشيء تيجي بوقتو تيجي بوقتو علاش باغيني صراحة شوف بقى ما يتخبد رانا هو معاك الزواج زعما زعما غادي وانا ما كتعجبنيش ها كتعجبنيش كنت هو مني جاك الخدمة والطوموبيل والدار والزين والفورم ما تعجبك علاش باغيني وانا اختي غير شيخة وانتي جوابي اختك تكون شيخة المهم انتي عندي ماشي شيخة ما عندكش مشكل اختي تكون شيخة دبر راسك قلت لي عاتبتي انايا قايلي انتي تكون شي شيخة وصافي ايوا راه اختي شيخة وانت انا راه بحال الشيخة حيت اختي شيخة بغيتي لي هكا مرحبا ما بغيتينيش دابا نقدر نوض بحال ما طاري والو ما واقع والو اصلا انا باغي باغيني باغيك انا الله يخليك ليا انت الله يخليك ليا صراحه ظريف بزاف ودي يا ربي كلاقينا مع احسن لي من وصافي وراك احسن لي من ما قعدتش الهضره ديال فرنسا مع المغرب راك عارف دو عام ما جيتي المغرب دو عام ناري خلصتي المغرب مع ودي قلت لك قبل علاه وشوف اسيدي انت الصراحه انا من نهار طرا لي داك المشكل ما كنتش باغا ندير شي غلاصه ولكن انت جيتي لي ود الناس وقابل خشي وكلشي صراحه ما لقاش حتى منك بصح كدوي بصح كدوي بصح صافي ندوي مع الوالدين ما بقاش كنحمل الوالدات شكون هاد الوالده لا 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 ما كاين لا والده لا والو اللي باغيني غنمشي نعيط على اختي الشويقه ديالي غنضرب لينا واحد الطرف الدار غنمشي نتكاتبو صافي صافي نخليك ليا امين واشرب خلاص تاع الدرك الطالي انت يلا جاي من فرنسا كيشربوا المغاربه شكون طالي مالك ما درتش حاجه لا انت لك شي حاجه ما درتش حاجه ماشي هي هذيك مالك شتيني بحال شي جن خشيتيه موراك مالك اخويا حطيتو زعما باش نريح معاك ونهضر انا وانت فهمتي واش قول لي حطيتو ولا كنتي كدوي معاها واحد الشيخه عشيت شي اللي فك هو اللي كيعصبني هو اللي كيمرضني الشيخ اش بينك وبينها وانت شغلك ياك مي صحابك البارح دوزت لك ديال البارح شعلتي مني جبت مني ماماك جباتها قلتي لا ما تدوش على شنو باقا حكرك في قلبك باقا حكرك ولا ليش خاص الشيخه هي مستواك اما انا راه بنت الاصل بزاف عليك كيبان ليا واقيله طلعت لك النيفو اصلا انتيا ملي جايه عندك ويده بغات تلصقي فيا جايبه لها الحلويه مريضه بالسكر اشنو واش كتجي نهار الاول جايه تلقى الحلوه ايوا شنو واشنو بالك انا اللي كنت باغيك انا انا كنت باغيك ريح اخويا انت ما عارف والو ريح انت ما كنتي عارف والو ادخيتي هادي لصقات عليا الوالده انا ما كنتش باغي ما كنحمل ما قايلها شوف اخويا اخوك من نهار جيت هو خويا شاعل فيا هاد السيد ما عرفتش انا مالو مسحافي وما باغيكش راك عارفاني شكون اللي باغي هادي كان مسحافي تقول لي شيخه هي اللي احسن منك هي مستواك نيت خاصك نيت اخت الشيخه هي اللي تليق لك ايوا انت علاش قابله النهار الاول شي انا كون ماما ما غادي ما تلصقيك غادي ما تلصقيك شوف انا الف واحد اش مني انا كون ماما ما والله ما قبل عليك شفتي هادو هادو ما قبلتش والله لا قبلتي على نهار انت ساعه اخرى احسن حتى والله لا قبلتي على نهار واحد اللي بالزواج هادي الزواج وطلقها ها بحال هادي الله ينجيك منا اخويا بغيت تزوج نمشي نشوف معاك تزواج انا حيت عرفت امي غتنكد عليا باش درت هذاك الشيء اللي في راسي وصافي تهد انا صاحبي راه شي معدو فاش غيخرجك الله يهديك الله يا خويا يونس الاحسن ما درتي كون قلت شي للوالده قبل وقبل ما تمشي تقلب اكون مشات تجبد لك الاصل والفاصل وشي حاجه ديال 100 عام تجبد لك تقول لك راه ما كانت كذا علاش اخويا واش نقول لك اخويا ياسين انت كبر مني وانت عارف بزاف ديال الحوايج دير عقلك الله يرضى عليك
حنا دايرين عقلنا ولكن انا شاد التليفون كنضحك عارف كنضحك قلت لك مع من كدوي انا الغيره دابا غير غير الله يهديك اخويا ياسين صراحه ملي دخلت هاد الدار ياسين عرفني تجوج بخو ما غاديش يتقلق دابا واش منيت هكا باقا كتفكر في هذاك ولكن والله حتى رد ليه الصرف ايوا هي لك ليه القديم وجديده بلاتي شو ضهرك كليات ناوي وانا شاطر في كلم داك هنيا دريت مرحبا 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 لاحظتك هنيا مرحبا مرحبا وليده صوبة أسية مرتو انا رحله اخت مرتو شنو درتي وليده اختي هي اخت الشيخه بزاف عليك الشيخه الشيخه ما تبدبيها فمك الشيخه شوف الوليده شوف انت غير كاع ما عارفه اسيه كيفاش دايره والله الا قلبها بيض حتى شي سمعه كي دايره ما تغاوتيش اختي هو اللي بغاها هو اللي جات تبعها ايوا ما بغيتينيش شوف 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 هي الشيخه شوف اختي 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 انا واقيلا مراه كبيره احترميني شوف راه راه كنضرب انا دابا شكون الشيخه هي الشيخه هي شوف الوالده بشويه وبلاتي يا ويلي بارد القلب راك خويا انت بغيتيها هي اش فاطمه الشيخه ولا فاطمه يا ويلي راه كانت مع اخوك الاول الصقع سمعينا خالتي يا عيب ترجال سمعينا خالتي هنا غنبركو سيمانه غادي نجمعوا الوراقات ديالنا وغادي يمشيو في حالها سيمانه الوالده غنبرك معاك غنبرش معاك تكاتبوا خليتي لي لبت لاله فاطمه الشام العمه خنزه هي سيدات اسي سكتي شويه سكتي شويه دابا بغيت نسولك اخويا اش من بيت غتعطيني بغيت يكون مغربي باش ملي يشد البندير يدخل الكولومبير وي تجي الطرحه هذيك ايوا هذاك كيبغي الغربي صافي نعومك صافي خاصه تنوض والله يصفيها لك سيري نوض والله يصفيها لك ولادي تهضر عليا شوف راه غنناقش معاك سيري في حالك سيري في حالك نوض امك حيد حدايا ما كنبغيش نناقشو نناقشو واحد الموضوع عاد نناقشو خويا تفاهمو اش هو عندي صافي صوني علاش واخا على داري هادي كانت دار خرجوا يا برا ما عادش قلت لي الخزين بني لي وكذا على برا اجي لهنا اش كنت مع اختك اش تعوج عليا ما تخريش خازن امال فين بالسواق ويلي على ولدي ما دار فيا سير جامد بغيت نهضر معاك فاش بغيتي تدوي معايا ياسين؟ ماشي عارف باش غادي نهضر معاك. فاش تدوي؟ غيبقى خويا يجمع في وراخه باش يديك، راه غيديك غيخليك هنا ولا يديك تما، ما تعيشيش الحياة. شوف أنا اللي كتبغيني. شنو بغيتي دابا؟ صافي نهضر مع خويا ونقول له راني كنت معاه وهداك الشيء ونتزوج أنا وياك ونطلق عليك معاه. شكون اللي تزوج الأول؟ أنت. شكون غدار الأول؟ أنت. ماشي أنا اللي بغيت. شكون محلني؟ أنت. شي كامل درتي أنت الأول. ماشي أنا اللي بغيت. حتى فيك وبغيتك وضحكتي عليا. كاع الدروبة دوزتيني منهم وفي الآخر وانا باغي تيجي اللي اختها ممرضه وسير دابا الله يسهل عليك معاها انا معيش بخير مع هذيك الممرضه ولا اختها ممرضه ما تشغليش فيها انا باغي كتي شي الدفله اللي خرجت من الفم ما كترجعش دابا سير بعد مني ولا غادي ندير صبعي في ودني وغنجمع لك الشقله ديال الجيران شوف دابا كي كنتي معايا شو دابا كي وليتي انا كنبغي يونس ياك يونس ياك صافي تبدلتي يونس كنبغي يونس دخل راسك هادشي مزيان ما بقيتش كنحملك من نهار درتي لي داكشي كرهتك وكرهت الرجال بسببك يوسف هو اللي رجعني تولي كنبغي هو كلامي الاخر وعقلي عقلي فين تجي ها هي غدور ليا مو تمي جايه عندي وتقول لي رجعوني ياك سير تحرك انا اللي شماته انا اللي شماته سير في حالك ها بلاتي ها بلاتي هي غدور ليا غدور ليا مو تجي عندي اخت الشيخ امك اللي شيخه راني دويت معاك راه سبع سنين وانا معاها صاحبي انت كنتي برا واش تبغي تاخذ وحده كتبع اخوك شوف غنقول لك جوج كلمات غدوي لي على مرتي بالسوء برب جوج كلمات اللي غنقول لك انا اسمعني مزيان اسمعني هذيك غتكون مرتي انا ديك اللي معاه ما باغياش وغنطلقها وانت غتمشيو تجوج من ليه تهزني وانت اللي مشاو والدي قراوك تما وجمعتي الفلوس وكلشي سير تجوج باغي دير لي انا مرتي باغي دير لي مرتي مش عارف شنو كتقول ما عارف عارف اش كنقول كتقول في الغلط شنو الغلط اللي كنقول كتقول اش يكون دابا جيتيني خويا كبر مني قسم من بالله تريب لك انا جيتيني خويا صغر مني جيت ندوي معاه انا اللي كانت معايا انا اللي خصها تبقى معايا مرتك انا غنسمعك مرتك مسخوط ما عندي ما ندير مرتي انا باقي خليك تسمعها مشكل 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 والرويجل وين جاي اللي واخد بلاتي 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 خندور اصاحبي بلاتي الله يعطيك العز اما الدل راك فيه اشنو باغي انت واش السيده براجلها وانت باغي تلصق عليها ولا شنو اش من براجلها انا هو راجلها سمع سمع وانا براجلها سمع خندوي معاك سمعي انا غنسمع راك مزوج بمرتك انت كيفاش انا راجلها انت مرتي لا خويا واقيلا انت مرتي واقيلا لعبي انت نطلق اشنو كتقول صافي ياسين عافاك يلاه تبدا القيرة سيدي
إكرام سير اختي البيت أنا نجي عندك. يلا هادشي كتقلبي عليه. صافي انا راجل عليك انت، انا راجل عليك انت. تتبع مرتي وهذيك اللي خصها تكون مرتي. سير تتبع انت، سير انت اللي ديتي وحده انا معاها 7 سنين. غنمشي نصبرها. سير صبرها سير. وكي داير الميمه والعليا وكي داير الحنينه، وانا مريضه بزاف وشد الفراش باغي نشوفها وحنيا العالي والعليا. يا خي في مش طرح يوقف عليا واحد اقول لي اش باغي نعدي، واش باغي نعتزل من التشيخيت؟ اه انت بعدا خويا ما كنحملكش، اش جابك عدي؟ تقدر البندير هي الاولى. يلا دوي اش جابك عدي. كنسمع صوتك في السطح وكيعجبني وكنبقى نتفرج. كيعجبك صوتي؟ حقك خويا شي اختي اش بغيتك؟ كتشعر كتشعر في عرفت دابا كنت كنسحب صوتك خي. ويلي دابا عجبك؟ دابا عجبني. وشنو المعبوش اللي تكوني شاتت بقى في السطح؟ كنتسنط لك ويعجبني الاغنيه ديالك. كمل كمل. كتب لك شي البوم بسميتك. اه انا تقعد حي حدايا خليني نسطح على خاطر لو تقعد حي حدايا شي نهار اشوفي راه خاش صافي. دابا انا خلصت. لا 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 خلصت. نتقعد حي حدايا صافي ما خديتيش اختي صارت عني. ما بغيتش نتشارك انا وياك اما نشدك نقتلك، لكن ما بغيتش ندير فيك صاحي. دابا اختك اسيه الله يسهل عليها، دا خويا وغيتزوج بها خويا وتناقش انا وخويا وقعوا مشاكل، ولكن راه في الاخر فهمت بانني كنت كنبغي كنت تزوج بها وكنت ما خليتش الام ديالي تزوجني. على بوبي صافي لعبتي بهذيك شويه بانت لك صافي خسرات بغيتي الدار لاختي. شوف هذاك غتقال عليك اختي اودني منك الله يتندوز عليك الا اختي خط حمراء. اتاش من اختك وصافي قلت لك الله يسهل عليها اختك تاينا ولا بحال اختي. وشنو بغيتي نخطب لك شي وحده معايا في اللق في الجروب ولا شنو؟ لا اللي بغيت نخطبها انا كاينه غير في البيت هنا. ما كاين حتى واحد في البيت من غير انا وياك. علاش كتقلب ياسين؟ قلب لك اختي ياك تلقى ندير نتغبر عليك كماتك. نتغبر عليك كماتك قبل ما نوصل انا وياك شدي نقطع لك نط قاعد حين حدايا. غنجيب واحد القضيه. دابا انتيا حياتك كامله وانتي خدامه وسير ليالي وكذا، شنو بغيتي دير وليدات؟ لا باش ندير مخي مع من ندير معاك انت؟ ها؟ وجهك في المقلة يجي جسيني ياك بابا كنت كنسمع اختي إذا خارجة معاك وكنتبوع كنوض ندير الضغط. ياك هادشي كامل طاري لك خي والو. ودابا انتي ساكنة معانا في الدار وكتبان لك صباح وعشية ما تقيتي. علاش كتقلب؟ كنقلب لك هذاك الشيء اللي كتقلب عليه ما عديش غلوضي سرسل. كنقلب لك انتي انا ما مساليش. شوف عرفتي فرصة العمر وانا معاك. راه نط من حدا كيتنادي معايا الحال. ويلي هي انت برات بيش ولا مخباريش؟ مخبارك شوف حاجة اخرى. حنيني زيد على خويا صافي العزية مشات هذيك الكردة مشات عود الند مشات. دابا من الدقة خلينا نتزوجوا انا وياك. دايرة كيس باكيتي ويل كور كيتي كيتي دايرة كيس باكيتي ويل كور كيتي كيتي هكادي حدايا فرحتي شويه من تقعد صوتي راه غالي باش تسمعوا خطك. امي يا امي يا جيش راني عيت راني مليت. مال ما فراسكش اخر اخبار؟ شنو هي؟ هذاك الرويبه ديالك ديال اللحم اليوم اللي كنت تلخته ماشي يونس ياسين؟ ياسين مالو؟ كان عندك قال لك باغي يدي باغي يتزوج بيا. وين انا باغي؟ والله اللي قالوا بحالك بوجه حمار. وي الصراحه واخا داك الشيء اللي دار ليا دريويش ما بيش. كيفاش دريوش ما بين بغات تعطيني الشياطه ديالك؟ زعما شي ناس طبقه عليا الدنيا دواره. زعما شي ناس ما يتزوجوش وما نفرحوش بهم ويطلعوا للعماريه. اختي هادشي كنمشي مع هذاك مرتاح. حيالي عليك. ضحكني قال لك حق غير يشري عنده. على ودك باش يطلعك طلعي الدريه تيضربوا لك. زعما انا الا تزوجت غنبقى في تشي خيط غنبقى نطلق عليكم الصوت انا والدار. هي باغا تزوج انا فريته. وباغا تستر ولكن ماشي هو ما عمرش يلعب. شوفي فيا اجتك هذوك العينين تغرغرو. لا صاحبي تمشي شوفي انا اللي كنتي غضربي من زعما تقولي اختي كتبغي وكذا انا وليت كنبغي يونس وياسين من الماضي صافي. يعني اللي كنتي باغاه انا غنفرح عليك والله شكرا ضحكي ايوا راه انا شي شكل
الله يجازيني شكرا ما عرفتش ولا ما عرفتش اه صافي ملي ما عرفتيش راك عرفت جا لها فريته يلا نسكروا شي سحيره اه وداوي داوي على السحيره عاود بلا ما شطار شي عافاك كضحكي مشي ديري هذا الشيء شكون علمك هذا الشيء لا شدك مشي حال مزيان بعدا جيتي ماشي كتشم راسك تجيبك من الثقافه لا ماشي مزيان مزيان واخا الاخبار يا سمو خالي هو انا مشي انا ويا فرنسا خصيا معايا بلاش رجلي برجلك الله يتنت معاك داك الحاجه وداك البندير ثلاثه بثلاثه بغيت نقول العفريته كضربي على راجلك وزيدي تبعي داها وداها الله يتنت انت مهمومه وكاعمه كما انت راه كنفكر مع راسي خالتي اه بنتي راه ثاني بحالك راه كاع ما تديني النعاس طاحت لي طاحوا لي ولادي في الشيخه وخاتها دمروا لهم حياته وبنيتي هادشي خالتي انا ما مسلكنيش انا هاد الدار هادي ما بقاش عندي فيها قيمه انا صافي فكرت مع راسي ودل انا صافي يكفي ما مسلكنيش غنمشي لخالتي بحالي دارنا وخليهم لا والله خالتي ما سخيت بك ولكن ولدك راه ما خلاش تخليني من الشيخه وخاتها يديروا فيا ما ولادك خالتي اللي بغاو واش انا غنقبرك هنا مع الشيخه وخاتها نبقى انا صباح نضرب مع الشيخه وعشيه نضرب مع خاتها لان فخت الشيخه دابا ولات حتى الشيخه الشيخه هي رجع بركه ليا في الدار كاع ياخذ المسخوط ديال ياسين واني انا ساخطه عليه دارو تاعي وجاو لي الشيخه وخاتها هنايا خايبه حتى السمعه تقول للجيران واش تقول للعائله الشيخه وخاتها خلي على الزين وخلي على الطونه وخلي على القلده وخلي على تشوفك الغلام مطر عيا بنيت خلي الزين وغياخذ خات الشيخ ايوا خالتي خليهم هما اللي بغاو المهم خالتي انا اللي عندي راه قلته لك هاد الدار هادي مابقاش مسلكاني فيها البركه انا قلت نقول لك انت شنو كاين اما حتى هو ما عندي ما نقول ليها خليه سمحي لي يا بنتي ومسحافي الله يرضي عليك راه ما ولادي وكي غندير ليهم بنيتي راه ما عندي فراق عليهم لا لا خالتي لا ما طرا والو كل اللي كيدير لي نكتب عليه انت ما عندك ما درتي انت ما عليك والو انت ما شفتش منك غير الخير السمعه الخايبه وداو السمعه الطيبه اش داو راه داو عشوه داكشي اللي كاين خالتي خليهم هما اللي اختاروا خليهم اللي اختار شي حاجه يتحمل مسؤوليتها والله يرضيك بنتي داكشي اللي كاين ما سخيت بك حتى انا خالتي والله خالتي ما سخيت بك والله ما سخيت بك سمحي لي يونس ما عيطتي لي قلتي لي لبسي ويلا اسي وصلت الوقيته صافي غنمشي الله يجعل البركه ها ولكن عندي واحد الشرط صغير 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 شنو تصرحي مع الوالده باش تمشي راضيه علينا فهمتي وانا ما بيني وبين الوالده والو هي اللي ما عرفتش مالها هي كنبلقت العينين ما بينك وبين والو بيني وبين والو اصلا صراحه ولات عزيزه علي عرفتي علاش علاش حيتاش ما جوجتنيش ياسين وخليت تجوج بيكون جوج بيا زيد كون كيفاش كنسمع ياسين كيفاش كنسمع ياسين كتعمر خويا عليا كتعمر خويا عليا ها صافي انا سوما صافي طاح الحك وصبغطان يا فريد عايش بوصل شوف نهار تخونها ما نعاودش نعرف انا ما عرفتش الشيخ علاش قال ايوا لا نعدي لكم واحد المفاجاه ابغى نفاجئ اسيا قدامكم شنو هي قالت لنا اللي قلت لك غير دوزي بيرمي ايه دوزتو دوزي وخديتي ديال الرموك سقطت في المره الاولى والثانيه ديال الرموك ديال بندير وانت اخويا الناس بحال كنت قتلتينا بالقرب وصافي وصافي قبل نديرو لك التحيه صحتك المهم ديال اختي ايدي هادي شوف ودا ودا الله يخليها ودابا على قبل هادي على قبل هادي خاصها شي اسيد دير لنا شي زاده ولا شي دوره لا خويا ركب حداها انت انا خويا باش دخلنا في شي بوطه وانت تاع الرموك والبيكالا والترونتيني شكون هو البيرمي ديالك واش خديتي شوف اختي خديتي داك السكي شوف ودابا خلينا من هادشي كامل عارض عليكم واحد اللقجه يا الله البيكو